دكتور حسام، خبر بالنسبة للشرقية وهناك تفاوض أو ناس بتتصل بحسام بدري لتولي المهمة الفنية لفريق الشرقية الموسم القادم. وطبعا يعني جالي اكتر من مكالمه بخصوص الموضوع ده. طبعا انا تحياتي لنادي الشرقيه وبهنيه على الصعود وبتمنى له التوفيق. ويمكن انا مدينتي الشرقيه عشت فيها فتره كده لظروف خاصه، لكن طبعا الخبر ده بعيد عن الصحه خالص. وانا ارجو طبعا اللي بيكتب حاجه زي دي او اللي بيصرح بحاجه زي دي يتحرك دقه كويس قوي، مش مجرد ان هو بس يعمل حاجه فيها اثاره، لان طبعا الخبر ده بعيد عن الصحه خالص. ويمكن العرض الوحيد اللي موجود دلوقتي خارج مصر كده ولسه بشوفه، منتظر شويه برضه عشان ابت فيه بس، لكن احترامي طبعا الكامل خارج مصر مش في داخل مصر يعني. خارج مصر يعني منتظر انا شويه كده، بدرس لسه العرض شويه وربنا يسهل ان شاء الله نشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن حسين